أول قصة قلتها عرفتك على الجمهور؟ عرفتني على الجمهور. القصة طبعا حافظها وأنا عمري أقل من 15 سنة ما شاء الله. يقول العصمعي يوم من الأيام عزمنا واحد في البادية في بر تحت الشجرة وجاب لنا أكل بعطيها عليها سمن مرقوق ولا شيء زي كذا. يقول احنا جالسين ناكل يا الله هاكل راعي الحصان جاي طاير ويوقف بجنبنا وينزل من حصانه ويجلس معنا ياكل. ما لا احد دعاه ولا غسل ولا شيء ولا بس على طول نزل وكل. يقول هو ياكل مستعجل وجوعان قعد صار السمن يسيل على ذراعه. يقول نظرت فيه قلت لا اضحك انا الحاضرين عليه. ابى اضحك الناس عليه. يقول انا عايم فيه قلت كانك اثله في ارض هش اتاها وابل من بعد رشي. يقول هو التفت في بعين مبحلقه قال وانت كانك بعره في استكبش مدلات وذاك كبش يمشي. خالد دام شجرته. يقول بدل ما نضحك الجمهور عليه ضحك الجمهور علي. قلت تعرف من الشعر شيء؟ قال كيف ما اعرفه وانا موهوبه. يقول فغطست في بحور الشعر فلم او في قوافي الشعر فلم اجد قافيها صعب من الواو المجزومه. قلت قوم بنجد قد عهدناهم سقاهم الله من النو نو. اتدري النو ماذا؟ يقول اسئله على اساس انه يجاوب شعر. قال نو تلألأ في دجى ليلة حالكة مظلمة لو. قلت لو ماذا؟ قال لو سار فيها فارس لانثنى على بساط الأرض منطو. قلت منطو ماذا؟ قال منطوي الكشح هضيم الحشا كالبازي ينقض من الجو. قلت الجو ماذا؟ قال جو السماء الريح تعلو به اشتم ريح الأرض فعلو. قلت فعلو ماذا؟ قال فعلو لما عيل من صبره فصار نجوى القوم ينعو. قلت ينعو ماذا؟ قال ينعو رجالا للقنا قد شرعت كفيت ما لاقوا وما يلقوا. فعرفت ان ما في شيء بعد القنا بعد الرمح ما عاد فيها الا الموت بس قلت بثقل عليه. قلت ويلقوا ماذا؟ قال اذا كنت لا تفهم ما قلته فانت عندي رجل بو. قلت البو ماذا؟ قال البو سلخ قد حشي جلده يا الفقر نان تقم او. قلت وماذا؟ قال واضرب الراس بصوانه تقول في ضربتها قو. قال فخفت انا أقول له قوم ماذا فيضربني ويكم البيت. قلت أنا ضيفي الليلة. قال له بالكرامة الليلة ما أنا ضيفك. يقول أخذ معي تمم إيه تمم على طول بالكرامة الليلة. يقول أخذ معي للبيت وجي عند الحرمة قلت تسوي لنا دجاجة وطبخيها كاملة راس هذا ما لا تحذفي منها شيء. يقول عندي ولدين وبنتين وزوجتي. يوم استوت الدجاجة وأجيبها عنده أقدمها عليه قلت اسمع اقسم يا بدوي. قال الراس للراس يعطيني راس الدجاجة والذنب للمرأة والولدان لهم الجناح والبنتان لهم الرجلة وأنا زائر لي الزور الدجاجة ما فيها. قلت طيب الغدا بكرة. قال الغدا بكرة ما عندي مشكلة. جاء اليوم الثاني قلت سوي لنا خمس دجاج يا مرأة خمس بكرمه زيادة. خلصت الدجاجة الخمس واستوت وجبتها عندي قلت اقسم يا بدوي. قال تريد شفع أموتر؟ قال ان الله وتر يحب الوتر. قال بنتك انت وزوجتك ودجاجك كم صرتوا؟ ثلاثة. ولدك ودجاجه صاروا ثلاثه وبنتك ودجاجه وانا ودجاجتي. يقولوا انا غزني ابليس. قلت لا خلها وتر خلها وتر. قال انت قال لا خلها شفع. قال انت وعيالك ودجاجه كم صرتوا؟ أربعة. عيالك ثلاثة وأنت وعيالك اثنين وأنت الثالث وزوجتك ودجاجة وأنا وثلاث دجاجات والله ما أحول عن هذه القسمة. الله هذه من قصص العرب. يعطيك العافية.